ملفنا الثالث مشاهدينا يقودنا إلى العراق. اللقاء النادر الذي جمع الأخوة أو الأشقاء الأعداء، أي مقتدى الصدر الفائز بالانتخابات العراقية وزعماء الإطار التنسيقي الطرف الخاسر، شهد تفاوتا في وجهات النظر. يصر زعيم الكتلة الصدرية على ما وصفه بحكومة أغلبية وطنية تعكس أصوات العراقيين، فيما يضغط الإطار التنسيقي من أجل تشكيل حكومة تسوية بقاعدة لا غالب ولا مغلوب. فوفق أي شكل ستشكل الحكومة العراقية المقبلة وما مآلات الانسداد في المشهد السياسي في البلاد؟ نفتح النقاش في هذا الملف بعد قليل. تستمر التيارات الموالية لإيران بالتشكيك في نزاهة الانتخابات الأخيرة، ورغم أن النتائج النهائية قد أعلنت، جدد الإطار التنسيقي رفضه لها، وإنه مستمر بدعوته المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات أو إعادة فرز الأصوات، وهو الأمر الذي ينذر بطول أمد تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع عدم حسم شكل التحالفات البرلمانية وتحديدا على الساحة الشيعية، وتمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخيار الأغلبية الوطنية. اجتماع ودي قد لا يكون معني كثيرا بعملية تشكيل حكومة، لكن بالنتيجة هو قد يؤدي إلى حلحلة المشكلة السياسية من خلال أولا فتح باب الحوار ما بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي. بالتأكيد اليوم نحن نتحدث أو يتحدث السيد الصدر عن حكومة أغلبية وطنية. وفي أحدث تحرك نحو حلحلة الوضع السياسي المتوتر في العراق، اجتمع قيادي 8 أطراف شيعية رئيسية فضلا عن قيادات أخرى في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، من بينهم مقتدى الصدر الذي حل ضيفا على الاجتماع، فيما اعتبرت مصادر سياسية أن لا جديد في مخرجات الاجتماع، لا سيما أن الصدر مصر على حكومة الأغلبية، والإطار التنسيقي بدوره مستمر في خطواته على الصعيد القانوني والجماهيري. مواطن يتأمل ويأمل بأن تكون هناك اجتماعات مفيدة تخدم المواطن العراقي، ولكننا نأمل أيضا أن تكون اجتماعات فيها الجرأة. سير كتل اللي خسران خلاص انتهت مدتها 4 سنين، انتهت. أكو من غيرك، أكو من أحسن يجوز، أكو من أفضل من عندك بالسنين أنت اللي ما سوى الشيء قدمته للمواطن العراقي. ويبدو أن الإشكالية هذه المرة لا تتعلق فقط بالمسارات القانونية، بل بتلويح الميليشيات الموالية لإيران بالتصعيد إذا ما لم يتم النظر إلى اعتراضاتها، وهو الأمر الذي يراه مراقبون تعقيدا إضافيا يزيد الوضع ضبابية وارتباكا. وعلى الرغم من احتمالات التصعيد التي تلوح بها الميليشيات الموالية لإيران، يستبعد مراقبون أن يأتي حكم المحكمة الاتحادية بشكل يؤثر على نتائج الانتخابات. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد. للنقاش انضم إلينا من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية دكتور معن الجبوري. دكتور معن، إذن لقاء مع الإطار التنسيقي، ماذا يمكن أن نتوقع في هذا الصدد، ولماذا كل الكلام وكل الاعتراضات على نتائج الانتخابات آتية من الأحزاب الشيعية؟ طيب يومكم والسادة المشاهدين. واضح أن السيد الصدر ماضي قدما في استثمار الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات، وهذا يمثل حقيقة دالة قانونية ودستورية تخوله بأن يطالب بتشكيل الحكومة، والتغريدة التي ظهر بها بعد ساعة تقريبا من انتهاء الاجتماع مع الإطار التنسيقي أعلن فيها أنه لا شرقية ولا غربية، يقصد لا إيران ولا أمريكا على سبيل المثال، ومن ثم أعلن أن هناك ماضين في حكومة الأغلبية الوطنية التي تجيز له بالتنسيق مع القوى الأخرى، أقصد هنا القوى السنية والكردية، في أن يمضي قدما في تشكيل الحكومة. هذه رسالة واضحة إلى أنه لا يمكن أن يسمح لهذه القوى
في أن تعمل على إزاحة إمكانية تحقيق هذا الهدف المنشود الذي يطالب به أيضا حقيقة الشارع العراقي. نحن نعلم أن تجربة المجاملات وما يسمى بالتوافق والمحاصصة الطائفية التي ذهبت بالعراق إلى أسوأ حال نتيجة أن المكونات كل يأخذ استحقاقه ويعمل بما يشاء أثبتت فشلها. لذلك عملية التغيير، تغيير الخارطة السياسية المستقبلية ورسم أفق جديد، هو يعتمد على مبدأ هناك حكومة وهناك معارضة. الجميع كان في السابق يمثل الحكومة ويمثل المعارضة، يستفيدون من الامتيازات التي يكتسبونها ويعارضون أي خطأ ويضعون اللوم على الطرف الآخر. لذلك هذه الأحزاب حقيقة والتي على رأسها القوى الموالية لإيران واضح جدا التي خسرت الشارع العراقي وأصبح رصيدها ضعيف جدا، لا يمكن أن تعيد تدوير نفسها، خصوصا أن الخصم صعب وقوي، وأقصد هنا التيار الصدري ومن معه، ولا يمكن لهم أن يتمردوا عليه أو يتخذوا موقفا. طيب لكن أقوى لا شرقية هو الآن حيث موضوع التظاهرات ومحاصرة بعض ضوابط المنطقة الخضراء. إذا كان هذه الميليشيات لا يمكن أن تحقق مكسبا كبيرا، حتى الموقف الإيراني أصبح ضعيفا الآن في العراق بعد أن رفض الشارع العراقي الوجود الإيراني كما نعلم منذ تظاهرات عام 2019 التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي. أصبح الآن هناك وعي في الشارع العراقي، هناك وعي سياسي، السيد مقتدى الصدر أدرك هذه المعادلة، هناك قوى وطنية من المكون السني والمكون الكردي وحتى القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، مع كثير من هذه القوى لديها مفاوضات تحت الطاولة مع السيد مقتدى الصدر من أجل تشكيل حكومة الأغلبية ووضع هذه القوى في موضع المعارضة، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح، بالتالي تحجيم دور هذه القوى التي لم يتمكن المواطن العراقي من الاستفادة من وجودها أو من الاستفادة نتوقف من سيطرتها على السلطة مشاهدينا. نعم سأواصل معك بعد قليل لنتعرف على أبرز الخلافات في الرؤى بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية حول شكل الحكومة العراقية المقبلة، ثم نعود. خلال لقائه مع قوى الإطار التنسيقي أكد مقتدى الصدر على عدة نقاط، منها أن الحكومة أغلبية وطنية لا توافقية.
نواصل في الملف العراقي مشاهدينا. بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، شدد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق على ضرورة تأتي توافقية وقادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي على حسب قوله. كما طالب المالكي بضرورة معالجة تداعيات ما وصفه بأزمة نتائج الانتخابات وفق الأطر القانونية. كما أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان لم يتدخلا بعملية مطلقا، وأوضحت أنها حرصت على استقلالية الانتخابات، مؤكدة أن ما تتخذه من قرارات يكون بإجماع أعضائها، كما أشارت إلى أنه لا قرار من المفوضية بتمديد مدة الطعون المقدمة. طيب دكتور معن، أعود إليك، تقول لا شرقية ولا غربية هذه الحكومة بل عراقية، وبالتالي الصدر أيضا يتحدث أنه لابد من حكومة أغلبية وطنية ولا توافقية محاصصتية على الإطلاق، لكن هذا الاجتماع يشير إلى أنه قد تتغير الأمور مع الإطار التنسيقي وقد تكون محاصصة وتوافقية أيضا. أستاذ العزيز، السيد مقتدى وكما ذكرت خلال ساعة واحدة بعد هذا الاجتماع أرسل تغريدته التي تم تداولها في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا شرقية ولا غربية ولا توافقية، أغلبية وطنية. هذا مطلب الشارع العراقي. الإطار التنسيقي طبعا يحاول أن يستمر وجوده في السلطة ويحاول أن يستثمر عملية المحاصصة الطائفية والمذهبية وإلى آخره لكي يرسل رسالة إلى جمهوره الذي حقيقة انخفض بشكل واضح الخط البياني في الانتخابات، أعطت مؤشر كبير إلى أن هذه القوى لم تعد مرغوبا بها في الشارع العراقي، خصوصا أن التظاهرات التي حصلت هي في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، والتي تمثل معقل وقاعدة هذه الأحزاب التي كانت قريبة من إيران، وتم رفض وجود هذه الأحزاب وسياستها الفاشلة التي عانى وذاق الأمرين منها المواطن تحديدا في هذه المحافظات. نعم. لذلك لا يمكن أن يعود السيد مقتدى وكذلك الشعب العراقي إلى المربع الأول، أن تكون هناك محاصصة وتكون توافقات ومجاملات ومعارضات. طيب ماذا عن المربع الأول في الانتخابات؟ غنيمته من الكعكة العراقية. نعم، لأنه هناك مطالبة من الإطار التنسيقي إما بإعادة الفرز أو إبطال نتائج الانتخابات، وهناك دعوة رفعت في هذا الإطار. المفوضية أعلنت القرار بشكل رسمي، فقط بقى موافقة المحكمة الاتحادية. المفوضية أعطت الأرقام النهائية، كان هناك حقيقة تغيير بسيط لا يساوي 1% تقريبا، 5 أصوات في 5 محافظات، أي ما يقارب 1 point something يعني percentage، فهذا لا يؤثر على المعادلة. انتهت المفوضية، أرسلت النتائج النهائية وأعلنت الفائزين والخاسرين، ثم بقى هناك قرار المحكمة الاتحادية الذي نتوقع أن يتم المصادقة عليه، لأن أي خلل سينسف العملية السياسية والديمقراطية وسينسف الانتخابات في العراق. بالتالي بعد موافقة المحكمة الاتحادية سندخل في محددات دستورية، أي نحتاج إلى فترة لتحديد أولا اختيار الرئيس الأكبر سنا في البرلمان، بالتالي فترة ترشيح الرئيس الجمهورية لمدة شهر، ورئيس الجمهورية يحدد من هو المخول بتشكيل الحكومة. هذه كلها محددات دستورية. طيب. لا يمكن التجاوز عليها. رئيس الوزراء القادم أعلنت بشكل رسمي وجازم
النتائج ولا يمكن لحزب أن يؤثر عليها. طيب رئيس الوزراء، هناك من المعلومات التي رشحت عن هذا الاجتماع مع الإطار التنسيقي العراقي أنه رئيس الوزراء القادم سيكون توافقيا ويجري الاتفاق عليه. هذه من مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي، ليس قرارا، ليس متفق عليه، لأنه هناك كثير حقيقة من المتغيرات التي ممكن كثير من المعطيات أو المخرجات التي جاءت من الإطار التنسيقي يتحدث بها كل حسب رغبته وحسب مزاجه. حقيقة هناك أفضلية إلى السيد الكاظمي، وليس بالضرورة، قد تتغير المعادلة، نعم قد يتغير المشهد، ولكن يبقى الخيار أن حكومة الأغلبية التي سيتزعمها الصدر حتما ستنضم معه الكتلة الأكبر من المكون السني، الكتلة الأكبر من المكون الشيعي، وكثير من قوى المستقلين أيضا دخلت في هذا المعترك إلى جانب السيد مقتدى الصدر وإلى جانب الكتلة الأكبر. هذه هي من سيقرر من هو رئيس الوزراء، لأن يجب أن يكون من ممثلا عن الكتلة الأكبر لكي يتحمل المسؤولية. السنوات الماضية أستاذ العزيز كان هناك الجميع في بوتقة، الجميع معارضة، الجميع في الحكومة، الفساد موزع على الجميع، التزوير، السلاح المنفلت، الموالاة إلى هذه الدولة وتلك، وأشدها طبعا خطرا هو التدخل الإيراني والأحزاب الموالية والميليشيات الفاعلة لها. هذه المعادلة سوف تنتهي في حكومة الأغلبية، ستكون هناك معارضة ويكون هناك حكومة. شكرا جزيلا لك دكتور معنى الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، كنت معنا من بغداد. ومشاهدينا قبل أن نغادر هذا الملف ونوني هذه الساعة، نتوقف لنتعرف على الإطار التنسيقي في العراق.